فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي لا يحسن الفاتحة، والدي لا يحسن الفاتحة، وأحيانا يصلي بنا إماما وأكون محرجا منه. يقول والدي لا يحسن الفاتحة وأحيانا يصلي بنا إماما وأكون محرجا منه، يقول فماذا أصنع حينئذ؟ لا يصلح، الصلاة ما فيها مجاملة، تقول له يا أبي هذا ما يصلح، أنت ما تحسن قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فما يصلح، الدين ما فيه مجاملات. نعم.